إنني شاهدت بعض المصلين في صلاة الجماعة بعد انتهائهم من الصلاة يدعون الله دعاء جماعي بعد كل صلاة، هل يجوز ذلك؟ أفتونا مأجورين. الدعاء بعد الصلاة لا بأس به، لكن كل مسلم يدعو بمفرده، يدعو لنفسه ولإخوانه المسلمين، ويدعو بمصالح دينه ودنياه، يدعو مفردا، لا يكون الدعاء جماعيا. أما الدعاء الجماعي بعد الصلاة فهو بدعة، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته ولا عن القرون المفضلة أنهم كانوا يدعون دعاء جماعيا بأن يرفع الإمام يديه ثم يرفعون أيديهم ويدعو وهم يدعون معه، هذا من البدع. أما أن يدعو كل شخص بمفرده بدون رفع صوت ولا تشويش فهذا لا بأس به، سواء كان بعد الفريضة أو بعد النافلة. نعم، شكر الله لكم.